هذه المهارات اللي ممكن يعني تفيده في تقدمه في برنامج. وانا اتوقع ان زايد من الاسماء الصعبه اذا تجاوز الموضوع التصويت والموضوع يعني القبول النهائي راح يكون اسم صعب. صحيح. في الـ إن شاء الله الايام القادمه. طيب من اللي معنا شباب؟ متسابق الثاني مصلط، نشوف له تقرير مصلط البقمي. جيت طرقي في ضحاها النهار وبشروا بكل ما جاء اللزوم، كل خطوة في طريقي قرار دونها حلم. مصلط أنت منشد جميل، الإنشاد يعني أنت يوم تسمع من الجمهور تقرا يعني بعد انك تنزل مشاركتك في اليوتيوب او تنزلها في تويتر او في مواقع التواصل تحصل ناس يعني يتهجمون عليك ويقولون يا اخي انك غثيتنا في صوتك وانك ازعجتنا وانك وانك تحصل الاشياء هذه؟ اكيد طبيعي كل انسان بيحصل الاشياء هذه. ترد عليهم؟ لا أبدا. السبب؟ السبب يعني ما في يعني سبب معين، لكن انا واثق من نفسي يعني عندي الماده هذه واثق من صوتي. ما غير أمك وطن يا ابن الأجواد، فرصة حياتك ضمها واغتنمها، في حضنها قصة ورحمة وميلاد، ما يكفي الجنة مواطي قدمها، عيونها تسهر معك حزن وسهاد، حرام تاخذ نومها وتحرمها، ولو يزعلون أغلى المواليف وشعاد، والله ما يسوى ما طاق قدمها. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا مصلط. الله يبقيك ويسلم. مصلط أول شيء سؤالي الأول، راضي عن نفسك في الأسبوع الأول؟ هل هذا كله مصلط اللي يقدم نفسه في الأسبوع الأول أو لازال؟ لا باقي المزيد إن شاء الله في الأيام القادمة، لكن هذا شيء بسيط من مصلط، وإن شاء الله أن نقدم اللي يرضي الله ويرضي والدينا ويرضي جمهورنا اللي خلف الشاشات. يعني باقي لسه المزيد، تونا في أول أسبوع. لأنه شوف ترى تقييمنا على الأسبوع الماضي يعني بياخذ نسبة كبيرة، يعني حتى زملاء يقول نزل التصويت الآن، والتصويت راح يبدأ من الآن حتى إن شاء الله 10:30 مساء بكرة بإذن الله تعالى، اللي عاد تحسم الأمور وتبين النتيجة إن شاء الله أنك تكون أقنعت الناس، لأنه الناس عندها 40% هذا في المتجر، 20% هذا جوجل، و 40% عندنا. لا أخفيك أنت أقنعتنا كثير مصلط كلجنة، أتمنى أنه هذه القناعة أيضا انتقلت للمشاهد لأنه يملك صوت برضو قوي في بإذن الله بإذن 40% وأيضا 20%. دكتور يعني الثقة باينة من إن شاء الله متبارك من الابتسامة ومن الجلد. الله يطول عمرك يا دكتور. يعني اتمنى ان شاء الله باذن الله تستمر ونتمنى منك المزيد. يعني وش الانطباع اللي انت يعني اخذته من الفتره الصغيره القصيره اللي انت قضيت فيها كم يوم مع الزملاء مع الشباب؟ والله انطباع جيد جدا، اول تجربه يعني المصلط. تمام. لكن اللهم لك الحمد يعني من اول يوم كنا على قلب رجل واحد كمجموعه وتكاتفنا اللهم لك الحمد من جميع الديار جو، وكاننا أخوان وكاننا نعرف أنفسنا من 20 سنة، وهذا شيء جميل جدا. طيب من تتوقع مصلط اللي بيكون في 21 من زملائك من وجهة نظرك يعني اللي يقنعك؟ والله يا أبو سلطان التوقع صعب، لكن كل رجال لازم 3 أسماء عشان أقيمك، ولا ترى ماني مقيمك. والله يا أبو سلطان الشباب كلهم مبدعين، لكن يعني ما 3 أسماء كلهم مبدعين وكلهم فيهم الخير والبركة، لكن يا طول عمر السلامة كلنا أخوان وكلهم مبدعين، يعني ما في اسم معين. طيب تتوقع أنك بتعدي المرحلة هذه الخطيرة مصلط؟ نقول إن شاء الله. ولو طلعت إيش راح يصير؟ اللهم لك الحمد يعني شيء كاتبه ربي لي وصار. يعني أنت بتكون إن شاء الله راضي في سواء وجودك أو في مغادرتك؟ أكيد الواحد يكون راضي سواء أنه بيجلس أو بيطلع، حكم الله يعني ما في اعتراض. طيب موفق إن شاء الله يا مصلط. عندك شيء بتقدمه؟ سم؟ عندك شيء الآن تبي تسوي تقوله ولا شيء؟ تبوني أسمعكم صوت؟ كيفك؟ الله وش جابني لرسوما الأطلال يا سعود، ووجعنا بش الذكرى يا تال حزينة، سويت في نفسي خطة غير مقصود، كني غشي من بصبع سد عينه. سلامتكم.
صح صوتك مصلط. صح بدنك يا ابو سلطان. يعطيك العافيه. خلنا تفضل بس نقرا تغريدات عن مصلط برضو راي الجمهور. احنا قلنا ترى اللجنه اليوم هي فقط يعني نسمع من الشباب وبرضو نرصد الدرجه الاخيره لهم اللي هم ال 21 من خلال هالاسبوع اللي كان ما شاء الله مميز جدا من الشباب وايضا من خلال ما يقدمون لنا. طيب نشوف التغريدات عن مصلط. انا تعجبني ثقة الشباب يعني بدأت ترجع لهم بشكل كبير يعني. الكم يوم اللي قضوها اعطتهم ثقة اكثر يعني بالتأكيد. طيب يقول كل العبارات ما توصل بخاطرنا، مصلط مبدع وكلنا واثقين فيه، وسقف طموحنا مع مصلط دائما عالي ولكن ننتظر المزيد. كويس يعني هم يعرفون ان شاء الله في مزيد من مصلط. شوف اللي بعدها شباب. مصلط عنده موهبة من ناحية الإنشاد والإلقاء القصائد، يستاهل التفاعل من جمهوره ومن الداعمين له. والله يوفقه ونتمنى له التوفيق دائما. طيب هذا ما يخص مصلط. أنا لاحظ دكتور فيه رضا كبير من المشاهد على المتسابقين يعني. إن شاء الله بإذن الله يستمر هذا الرضا ويعني ويعرف الإخوان المشاهدين إنه المتسابق اللي يقدم نفسه ويقدم يعني أشياء يعني تكفل له الاستمرارية في البرنامج، يعني ممكن حتى يدخل البرنامج لكنه يخرج من أول برايم أو من ثاني برايم، فبالتالي ما قدم نفسه بشكل جيد. يعجبني الشاب اللي يتطور يعني يكتسب خبرة مع البقاء أمام الكاميرات ويظهر نفسه بمهاراته ومواهبه، وبالتالي يعني يبرز نجمة. حتى بعضهم يعني يكسب جماهيرية في البرنامج ومو شرط أنه يحصل على الجائزة النهائية، لكنه يبرز من خلال البرنامج كله يعني صدى وظهور ويعني متابعين، وبالتالي يكون فيه يعني بداية الرحلة الإعلامية من خلال هذا البرنامج. نعم، وبداية الرحلة في البرنامج يعني تحتاج إلى إعادة النظر أكثر من مرة. يعني يمكن برضو في بعض المشاهد يقول لك ليش ما اكتفوا بالتصفيات الأولى. التصفيات الأولى في شخصين أعطناهم ورود وغادروا في الأسبوع الأول، لأن في قدرة التحمل، في أنظمة للبرنامج، في أشياء. صحيح. أنا حريص أنه ما يعدي 21 إلى 21 قادرين على أنهم يخوضون هذا. صحيح. المنافسة. فكرة جميلة هي فكرة أنه البقاء في فترة أيام بسيطة قبل البرنامج، أنا أعتقد أنها تست أو اختبار للمشاركين أنه يعني يظهرون ما عندهم، أيضا يظهرون قدرة تحملهم على البقاء. في البرنامج بس نتفق أن خروج السبعة هذولي شوي صعب يعني. إجباري علينا طبعا. طيب عطنا المتسابق الثالث يا شباب. من؟ طبعا الأسماء ما شاء الله لازم يعني إن شاء الله أنتم الليلة على موعد مع سهرة بإذن الله تعالى تكون موفقة.